في البداية نشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة التي أردنا من خلالها أن نحيي أمسية مديحية من خلال مداخلات تتحدث عن مناقب وشمائل محمد بن عبد الله رسول هذه البشرية جمعاء وبمناسبة ذكرى ميلاده، وأردنا أيضا أن يكون ذلك بمبادرة من مجموعة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مجموعة آل مولاي علي الشريف السجل الماسي. وستكون فرصة لنا جميعا أن نتذاكر في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستنطلق فعاليات هذه الأمسية الدينية من خلال كلمة افتتاح بالقرآن الكريم سيتلوها علينا فضيلة الإمام الشيخ سيدات بن مولاي عبد القادر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لن يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر فسوق العصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن سنبدأ الفعاليات بعد أن افتتحنا هذه الأمسية الدينية بآية من الذكر الحكيم تلاه علينا فضيلة الإمام الشيخ سيدات بن مولاي عبد القادر. الكلمة الآن كلمة منظمي هذه الأمسية الدينية بمناسبة ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، سيلقيها عن الجماعة السيد شريف الزيني رئيس جماعة الملاعي الشريف، سيلقي كلمة باسم منظمي هذا النشاط، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، السادة الشرفاء، السادة العلماء، السادة الشيوخ، السادة المدعوون، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لشرف لنا عظيم أن نلتقي في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك، ليلة ترغب لها النفوس وتتوق إليها القلوب وتخشع لها الأفئدة، ليلة يذكر فيها سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة تحيا فيها السنة، لأن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعادة ذكرياته من السنة، لأنها من مقتضيات كتاب الله عز وجل، حيث يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عزروه أي عظموه ووقروه وبجلوه. إنما نقوم به هو من هذا التعظيم والتبجيل، فهنيئا لكم، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إن واقع الأمة الإسلامية هو كما تشاهدون مشاهد تضرب لها المدامع، وفي هذه الذكرى يجب أن نلتمس الفضائل والخصال الشريفة التي كان يتصف بها سيد الخلق وحبيب الحق، نور الهدى الذي بلغ من حسن الخلق ورجحان العقل وثبات العقيدة غاية ليس وراءها مطلع لناظر، ولا نهاية لمستزيد، ولا فوقها مرتقا لهمة. من أثنى عليه رب العالمين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. السادة الشرفاء، السادة العلماء، أيها الحضور الكريم، إن الحديث عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طويل ولا يتسع المجال للإحاطة بها، وهنا نتبرك بذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم.
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إن النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة آباء كرام، وكلهم سادة وقادة، ولهم مكان مكين ومقام بين العرب عظيم، وقد اشتهروا بالحكمة والشجاعة والإقدام والكرم. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة سبأ الآية 28. ويقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، سورة التوبة الآية 40. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري ومسلم. وأختتم هنا بهذين البيتين: يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ما أفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري. صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ بمسائل المداخلات، والمداخلة الأولى هي مداخلة من الشيخ محمد فهد والعلية والشيخ شرفي لجماعة الملاعي الشريف، سيلقيها نيابة عنه لأنه موجود خارج البلد. الأستاذ مولاي الحسن والمولاي إسماعيل، فليتفضل. سألقي على مسامعكم كلمة الشيخ محمد فهد العلية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله وسلم عليه. هو أبر من ركب الخوادي وفاق الليوث والعوادي، من قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر، وشرفت برسالته المنائر والمنابر، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. في 12 من شهر ربيع الأول من كل عام تشرق علينا ذكرى مولد سيد البشر وخاتم الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. تحمل إلينا هذه الذكرى معها نسائم الهدى وبشائر الرحمة، وتمتلئ القلوب فرحا وسعادة، وتطمئن الأنفس وترتقي بعيدا عن هذا العالم المحسوس الفاني إلى عالم الفضائل الممتد بلا انقطاع. إنها ذكرى ليست كباقي الذكريات، فهي نعمة تستوجب منا الحمد والشكر والثناء على المولى سبحانه وتعالى، لأنه بعث إلينا هذا الرسول هاديا مهديا. فلولاه صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الحق من الباطل، ولا الصواب من الخطأ، ولا الحلال من الحرام، ولا عرفنا كيف ننظم شؤون حياتنا بالعدل والإنصاف، ولا عرفنا كيف نعبد الله حق عبادته لننجو من عذابه ونفوز بنعيمه في دار الخلود. اختاره سبحانه وتعالى لهداية الناس، وكلفه بأعظم رسالة، وقرن اسمه باسمه، فنال بذلك علو الشأن وفضل المنزلة. فمن ذا يدانيه شرفا، ومن لا يرتقي رقيه، ومن لا يطاوله فضلا وكرما ومجدا؟ وأي مخلوق فرح له المكان والزمان والكائنات كما فرحت واستبشرت بمولده صلى الله عليه وسلم؟ وما أصدق قول الشاعر في هذا المقام: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. إنه يوم فارق في تاريخ البشرية جمعاء، ذلك اليوم الذي تشرفت الدنيا فيه بمقدم سيدي ولد آدم، حيث عم النور وانقشع الظلام، واهتزت أركان الباطل، وينعت براعم الحق، وفتح للناس باب إلى الجنة، واضح المعالم بين المسالك، لا يضل عنه إلا هالك. أيها الإخوة الكرام، إن فرحة المسلم بنعمة الله وفضله عليه مأمور بها في القرآن العظيم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأي فضل وأي رحمة أعظم منه صلى الله عليه وسلم، وهو من يقول عنه عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالإضافة إلى هذا الدليل القرآني الصريح، تستند شرعية الاحتفال بالمولد النبوي إلى عدة أدلة أخرى من السنة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه
بعد البعثة، مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية. وأخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعث أو أنزل علي فيه. وهذه كلها إشارات على عظمة يوم مولده، ودليل كذلك على أن العمل الصالح فيه مثاب بالزيادة. يقول ابن الحاج في كتابه المدخل: الأمكنة والأزمنة لا تتشرف لذاتها، وإنما يحصل لها التشريف بما خصت به من معاني. وفي هذا الزمن الذي انشغل فيه الناس بالدنيا وابتعدوا فيه عن أمور الدين وأهملت السنة النبوية، بات إحياء المولد النبوي الشريف واجبا شرعيا، لما فيه من تذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم، وإحياء لسنته، وربط الناس بأخلاقيات الإسلام وفضائله التي كان رسولنا الأعظم قدوتها المثلى. فمن واجب المسلمين أن ينتهزوا فرصة مولده لتذاكر سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، والتذكير بها وسرد أحداثها وما فيها من شمائل وقصص وعبر، وأن يكثروا من الصدقات والأعمال الصالحة والتزاور والتراحم والتسامح وصلة الرحم، وتناول الطيبات التي أحل الله لعباده ودعوة الأهل والجيران لها، وتخصيص نصيب منها للفقراء والمساكين. وبهذه المسائل وحدها نحقق المراد الشرعي من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ونسد باب البدع والانحراف، ونربط أجيال الأمة بأخلاق نبينا الأكرم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن اقتدى بسنته صلى الله عليه وسلم أحسن اقتداء، وحافظ عليها وعلمها ونشرها، وأن ينفعنا بكل ذلك ويثقل به ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله. الشيخ محمد فال علي، رئيس مجمع الشيخ مال العينين الإسلامي، الشيخ الشرفي لجماعة أولاد مولاي عبد الشريف. شرفني أبناء عمومتي بأن جعلوني من جماعتهم، ثم شرفوني بأن ألقي هذه الكلمة، وهذا شرف فوق شرف. والشرف الأعظم أني أتكلم عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شرف أعظم من هذا. سأضع منهجية فقط، لأني أمام الباحثين والأساتذة والأدباء، الشعراء والفصحاء والأدباء والعلماء، فكيف لي أن أتكلم؟ سأضع منهجية قصيرة فقط للكلمة، وهي أنه بما أنه لا أحد أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا أحد أعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، هذا لو نزلنا هذا من المطلق. بعد ذلك يأتي في الدرجة الثانية: لا أحد أعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته. ثم بعد ذلك: من هو أعرف الناس بالرجال؟ لا أحد أعرف بالرجال من في العالمين من زوجاتي، من زوجاته صلى الله عليه وسلم. لا أحد أعرف بالرجال من زوجاتهم، لأنهم يساكنونهم. معنى هذا منطق فقط، إنما منهجية أردت أن أسوقها فقط. لا أحد أعرف بمناهج الرجال، لا أحد أعرف بالرجال من زوجاتهم، ولا أحد كذلك أعرف بعد الزوجات من الخدم. ثم بعد ذلك: لا أحد أعرف بالرجال بعد الخدم من الصحابة. هذا منهج فقط استرسال، معنى أعتذر لأني أمام الباحثين، وهذا فقط. أولا، لو نظرنا كما قلنا في البداية: لا أحد أعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، فالله سبحانه وتعالى زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكى فؤاده قلبه، قال: ما زاغ البصر لقد رأى، ما زكى بصره فقال: وما زاغ البصر وما طغى، وزكى سمعه وزكى فؤاده وزكاه كله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لمن يعتب علينا، الله سبحانه وتعالى يقول: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى لما يريد أن يخاطب الأنبياء يقول: يا موسى إنني أنا الله، يقول: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يسمي كلا باسمه،
يا إبراهيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، معناها كل نبي يسميه الله باسمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أيها النبي ويقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يسميه باسم النبي. ولا أعظم دلالة على عظم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات التي ذكر التي تلا علينا الشيخ قبل قليل، فهي آيات معبرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ليس الرسول كالرجال وليس الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأقسم الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فوق هذا من شكر وإنك لعلى خلق عظيم. وفي آخر آية وفي آخر كما قلنا سورة النور وإن يا أيها الرسول في آخر آية سورة النور كما قلنا سابقا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض بعضكم بعضا، هذا كله غيظ من فيض. فالله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات فيها تعظيم وتشريف له. هذا بالاختصار لو نزلنا إلى الدرجة الثانية وقلنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن من هو، من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأذكر حديثين فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم رواهما الطبري في ذخائر العقبى لمناقب ذوي القربى. قال فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم مات لها ابن فبكت، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تبكي يا عمة، فإنما مات له ابن في الإسلام كان له جعل له الله بيتا في الجنة يسكنه. فبعد ذلك انصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت بكاء، مر بها رجل فقال لها لن تنفعك قرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فرجع إليها وسألها أتبكين يا عمة وقد قلت لك ما قلت؟ قالت ما يبكيني ذلك وإنما يبكيني فسردت عليه ما كان من أمن الرجل. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال قال بلال هجر بالصلاة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه كعادته، ثم قال ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع، ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع. أنا معنى يقول إن ما معناه إن قرابتي موصولة موصلة في الدنيا والآخرة، موصلة في الدنيا والآخرة، إن قرابتي إن رحمي موصلة في الدنيا والآخرة، وكل الأنساب والأسباب تقطع كما معنى الحديث وكل الأنساب والأسباب تقطع إلا نسبي وسببي يوم القيامة. هذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ويقول كذلك معنى أن حبا وتقديرا لصفية بنت عبد المطلب، يقول إن قرابته صلى الله عليه وسلم كل الأنساب والأنساب تقطع إلى نسبه صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر بن الخطاب تزوجت من أم كلثوم لما سمعت هذا الحديث حتى يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب. والحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا أنه كانت لآل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خادمة تسمى بريرة، فمر بها رجل فقال لها غطي سعيفاتك يعني ذوائبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينفعك يوم القيامة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فقالت له ذلك، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم محمرة وجنتاه ويجر رداءه. وكان ويقول جابر بن عبد الله كنا معشر الأنصار نعرف إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم بجر ردائه إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم بجر ردائه واحمرار وجنتيه. فقلنا فأخذنا السلاح وقلنا مرنا يا رسول الله، فالله لو أمرتنا في أهلنا لمضينا فيما قلت، في أولادنا وأبنائنا لمضينا فيما قلت. فصعد المنبر وأثنى عليه فقال لهم من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. قال من أنا؟ قال أنت محمد. قالوا أنت محمد بن عبد الله بن هشام بن هاشم بن عبد مناف. قال من أنا؟
أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من ينفض عن وجهه التراب يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول داخل الجنة ولا فخر، وأنا أول صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. وعدد مناقب كثيرة له صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع، والله إنها لتنفع، وإني لأشفع فأشفع، وإن من شفعت له يشفع فيشفع يوم القيامة، حتى إن إبليس ليتطاول طمعا في الشفاعة صلى الله عليه وسلم. هذا كقيض من فيض، أما معنى الوقت ضيق، لو نزلنا إلى المرحلة الأخرى هي مرحلة الزوجات، فقبل البعثة نرى أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وقد خاف من ملك آت ظن أنه شيطان، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، أعطت صفات لا تكون إلا في الناس في الأنبياء، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحمة، وإنك لتحمل الكل، وإنك لتكسب المعدومة، وإنك لتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. هذا عن أما عائشة رضي الله عنها فقد قالت كلمة موجزة، وقالت: لقد كان خلقه القرآن، ويكفي هذا من الوصف صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أبا القلب إلا أن يكون متيما حليف غرام بالنبي مهيما صلى الله عليه وسلم. إذا لو نزلنا إلى مرحلة الخادم أنس بن مالك، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان أكبر رواة الحديث، يقول: ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، إلى آخر ذلك. وأصحابه يرون عنه الكثير، حتى أن الصبي لو يستوقفه فيقف معه حتى يقضي له حاجته، وإن الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده فتقضي حاجتها منه. هذا من شمائله وخلقه صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر مما قالت عائشة: لقد كان خلقه القرآن. وهذه الشمائل وهذه الذكرى لا بد منها. لماذا؟ لأنها تحببنا، كلما اقتربت وكلما درست، أنا لا أتعمق، إنما أخذت من القطوف الدانية فقط اليسيرة، يعني لم أجد وقتا على جناح سفر فقط، لأن هذه الشمائل وهذه الذكرى تقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما درست شمائله كلما أحببته، وحب النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان، ولا بد من هذه الذكرى، ولو كانت تتكرر كثيرا حتى في السنة، إلا أن هذه الذكرى عظيمة وجليلة. وجزاكم الله خيرا، واسمحوا لي أن أطلت عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واقتدى بأثره إلى يوم الدين. أيها الحضور الكريم، أحييكم جميعا، كل باسمه وهو اسمي، تقبل الله منا ومنكم وضاعف لنا ولكم الأجر، حيث تركتم أشغالكم الخاصة والعامة لما قيل لكم هنا تظاهرة حول الرحمة المهداة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، تأسيا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الحضور الكريم، أنا لست عالما ولست محاضرا أيضا، ولكنني من أهل القرآن لله الحمد. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. ولما كان المقام خصب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من القرآن، لا بد أن أدلو بدلوي في هذا المقام، لأن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما سئلت عن خلق رسول الله
قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. بعد أي بدء تكاثرت الظباء على خراش، فما أدري خراش ما يصيبه. الكلام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أول دعيمة من دعائم الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال العلماء هذه الكلمة وردت في القرآن مرتين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستغفرون يستكبرون. وهذا الاسم محمد ورد 4 مرات في كتاب الله تعالى. وهذه الشهادة الدعيمة الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال العلماء هي 12 حرفا، ومحمد رسول الله 12 حرفا. انظروا هذا التجانس. نعود إلى القرآن الكريم. أول ما نزل من القرآن اقرأ حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك، هذه الجملة الفعلية، الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال العلماء حصل هنا ضمير شان، كأنه يقول ما يقرأ، ما يقرأ، ليس هنا كتب تقرأ في تلك الفترة. فشاء ضمير الشان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني اقرأ القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة أفضل من 1000 شهر. لماذا؟ لأن القرآن نزل فيها. فما بالك بمن نزل القرآن على صدره وبقي متماسكا. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا يفوتنا هنا أن هذا الضمير يعود إلى أول السورة، ما أتيهم من ذكر ربهم محدثين إلا كانوا عنه معرضين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وبقي متماسكا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السورة الأخرى التي نزلت بعد إقراء هي المزمل، يا أيها المزمل. والسورة الثالثة يا أيها المدثر. ينبغي أن نقف هنا. لما لم يقل له يا محمد، لم يجرد باسمه، يا أيها صفات الرسالة، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول لا يحزنك، هذه الصفات، ولم يصرح باسمه. ولما جاء وفد بنو تميم في السورة التي قرأناها آنفا وقالوا يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، أتينا بشاعرنا وخطيبنا، فقال القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. السورة الرابعة التي نزلت ما هي بعد المدثر؟ هي نون والقلم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو دعوة إبراهيم. وفيها يقول الحق جل جلاله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ويقول بعد ذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولما كانت هذه الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب جاء رسول أمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة لا أريد الإطالة لأن جهة الرعية ما تحب ذلك، وتشرف بهذه الدعوة اللي وصلتني من نقيب الصحفي أستاذ أحمد السالم، وأنا هنا أتيت مثلا للقرابة مثلا بعض أسر هذا المجتمع أسرة الشريف من آل مولاي إسماعيل، وكذلك محبة في آل البيت، المحبة آل البيت التي هي واجبة على كل مسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذكركم الله في أهل بيتي، وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، قال جل من قائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. أما موضوع الندوة فسأحاول المشاركة فيه باختصار ما أمكن من ناحية حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم الذي يفهمه البعض خطأ ويفهمه، وهو إن كان نهيا عن الغلو والإطراء الذي يصل إلى حد وصفه بخصائص الربوبية والألوهية. أما إطراؤه صلى الله عليه وسلم والتغالي فيه والثناء عليه بما سوى ذلك فهو محمود، ولو كان الحديث معنى الحديث غير ذلك لكان المراد هو النهي عن إطرائه صلى الله عليه وسلم ومدحه أصلا، ومعلوم أن هذا لا يقول به أجهل جاهل من المسلمين، فإن الله تعالى عظم نبيه صلى الله عليه وسلم بأعلى أنواع التعظيم، فيجب علينا أن نعظم من عظمه الله تعالى وأمر بتعظيمه. نعم يجب علينا لا نصفه بشيء من صفات الربوبية، ورحم الله القائل دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، ونحن إذ نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم بشر يجوز عليه ما يجوز على غيره من البشر من حصول الأعراض والأمراض التي لا توجب النقص والتنفير كما قال صاحب العقيدة، وجائز في حقهم من عرضه بغير نقص كخفيف المرض. أما من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم النهي عن مدحه صلى الله عليه وسلم واعتبار ذلك من الإطراء والغلو المذموم المؤدي إلى الشرك، وأن كل من مدحه صلى الله عليه وسلم ورفعه على غيره من عامة البشر وأثنى عليه ووصفه بما يميزه عن غيره فقد ابتدع في الدين وخالف سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهذا فهم سيء ويدل على قصر نظر صاحبه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرى كما أطرت النصارى ابن مريم إذ قال ابن الله، ومعنى ذلك أن من أطراه صلى الله عليه وسلم ووصفه بما وصف به النصارى نبيه فقد صار مثله، أما من مدحه ووصفه بما لا يخرجه عن حقيقته البشرية معتقدا أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مبتعدا عن معتقد النصارى فإنه ولا شك من أكمل الناس إيمانا. ولن أطيل وأتي بمثال من إطراء الصحابة رضوان الله عليهم له، وقد كان الصحابة يمتدعون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن ثابت يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن واشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده، ويقول أيضا يا ركن معتمدين وعصمة لائذ وملاذ منتجعين وجار مجاوري، يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر، أنت النبي وخير عصمة آدم، يا من يجود كفيض بحر زاخري، ميكال معك وجبرائيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قاهر، وهذا كعب بن زهير
يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولن نطيل بالقصيدة كاملة التي بمطلعها بانت سعاد فقلب اليوم ما تبول متيم إثرها لم يقدم أنا أحفظها بانت سعاد فقلب اليوم ما تبول متيم إثرها لم يقدم لم يفد مقبول بانت سعاد فقلب اليوم ما تبول متيم إثرها لم يقدم وفي رواية ابن أبي بكر الأنباري لا تعرف أمام الناس ما أنا قصدها أنه لما وصل فيها لقوله إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول رمى عليه الصلاة والسلام إليه بردة كانت عليه وأن معاوية رضي الله عنه بذل له فيها 10,000 فقال ما كنت لأوذر برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه لما مات بعث معاوية إلى ورثته 20,000 فأخذها منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا غرابة أن تجتمع هذه الوجوه المباركة الطيبة التي تشع بنور المحبة وتضيء بقبس النبوة في هذا الظرف المبارك لتدارس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتدارس شمائله الشريفة وقراءة مدائحه السنية بدعوة كريمة من أهل بيته الكرام آل سيدي مولاي علي الشريف جزاهم الله عنا خير الجزاء وتقبل منهم صالح الأعمال. أيها الإخوة الكرام اسمحوا لي أن أوطئ بين يدي هذه القصيدة المديحية بكلمة موجزة لأقول إن المديح النبوي إنشاء وإنشادا من العبادات التي أسس أصلها القرآن الكريم تشريعا حيث لا تحصى الآيات الكريمة المشتملة على أوصافه الزكية وشمائله البهية كما أصلت له السنة تقريرا لأنه صلى الله عليه وسلم سمع أمداحه الشريفة تنشد بين يديه وقد ورد في أحاديث الشمائل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الثناء ويجزل الصلة لمداحه وعرف رجال من الصحابة رضي الله عنهم اشتهروا بمديحه صلى الله عليه وسلم وانتشرت قصائدهم في الأمة وظهرت بركتها وهذه المدايح من الوسائل التي تغرس محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب وتزيدها تعلقا به وبسيرته العطرة المباركة ولله دار الإمام سيدي أحمد زروق حيث يقول أحمد هذا أحمد متوسل بمدحك والأجواد بالمدح تطلبوا مدحتك يا خير الأنام ولم تكن لمدحي فقيرا بل أنا المتكسب لئن كنت ممن يحسن النوم ثم لم أقل هو فيك إنني لمخيب ومدحك بالنوم المجود حوكه زكاة على أهل القصائد تجب ولله در إمام المادحين سيدي بصير حيث يقول دع مدعة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم وجرى على سنة علماء بلدنا من أمثال سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم الذي كان يحيي هذه الليالي المباركة بشمع المداحين ويجزل لهم العطايا وينحر لهم النحائر والإمام الشيخ محمد المامي الذي كان يهدي له صلى الله عليه وسلم في كل مولد قصيدة يسميها بحمراء العرقوب وكما كانت سيرة شيخنا أياب بن محمد حفظه الله ورعاه في هذا المولد فإننا نجري على هذه السنة ونشهد بين يديكم هذه المولدية عبير الهدى باليمن مسكا تضوعا فعم الرخاء الشرق والغرب أجمع عبير الهدى باليمن مسكا تضوعا فعم الرخاء الشرق والغرب أجمع وعوض بالحزن السرور وأقبل التباشير أنواء السعادة طلع وضاء ولام الكون بالنور وارتدى لباسا من التقوى أنار وشعشع سرورا وزهوا وافتخارا بمولد به أظهر الله الشفيع المشفع إمام الهدى يا قوتة الكون قد بدت سيادته في المهد مذ كان مرضعا وسعد بني سعد بيمن طلوعه بدا طالعا كالغيث أسقى وأمرعا وقد شق صدر الهاشمي محمد وودع من سر المهيمن مودعا وفي اليتم آيات من الله جمة لدن فارقته الأم لم يعد أربعا وما زال يرعاه مصونا مبجلا بحرز من الأسواء أحمى وأمنعا فخير له الأمات طهرا وعفة فخير له الأمات طهرا وعفة وخير له الآباء سجودا وركعا ومن قبل يدعى بالأمين محمد وبالصادق المصدوق يدعوه من دعا ولما أراد الله بالناس رحمة وطاب الهدى نورا وطاب الهدى نورا وأزهى وأينعا تخيره ذاتا وعقلا ونسبة سراجا منيرا بالأجل وأرفعا فشاد به صرح الديانة قائما فمن حاد عنه خاب مسعا ومرتعا ولبت إلى داعي الفلاح عصابة مساعيهم عنها يقصر من سعى فكانوا لنا النجم المنور في الدجا وسرنا على الآثار مثنى ومربعا
وحسبك بالقرآن نورا وحكمة، شذاه يعم الخافقين تضوءا، شفاء لمكروب، غناء لمعدم، فداء لمحروب، وجاه لمن دعا، وبدر منير في الدياجير ساطع، بلى إنه قد كان أبهى وأسطعا، وفيه جلاء اللبس عن كل مشكين، وكان بيان الذكر أجدى وأنفعا، وفيه جلاء اللبس عن كل مشكل، وكان بيان الذكر أجدى وأنفعا، فيا رب ما استكنا بمنهاج شرعه إذا اتبع الأهواء من قد تتبعا، وهبنا الذي نرجوه منك تفضلا، فلسنا نرجي غير فضلك مطمعا، وصل على الهادي وأصحابه الرضا، وسلم سلاما بالصلاة مشفعا. ما قال علي حكاية الشعر حتى ما نزعت من المنابر ودي الشعر عن المنابر، وإلا أن هذه بعض قصيدة قديمة وبالمناسبة لا نحكيها. قال: تجند تسلح أشعيل الجو والبرا وجند من هاي، طبعا بمناسبة أحداث قط خلقته موريتان هون وذاك النوع. تجند تسلح أشعيل الجو والبرا وجند من الأنصار ما يملأ الغبراء، وهيئ من الأموال أنفسها ذخرى، وأهرق من الأحداق ما يغرق البحر، وهلهل من الأشعار ملحمة بكرى، ورصع من المنذور ما يسكت الشعر دفاعا عن المختار، صفوة آدم فمن يقصد الأفراح لن يكنز العطراء. هلموا حماة الدين، هذا نبيكم يسب جهارا، والدماء لم تسل نهرا، لقد مر حرق الكتب دون عقوبة، وتلك ورب البيت داهية كبرى، وها هم لنا الأشرار عادوا، وكمثل من أراد تراعا عندما منحت شبرا. هلموا حماة الدين، هذا نبيكم يسب جهارا، والدماء لم تسل نهرا، لقد مر حرق الكتب دون عقوبة، وتلك ورب البيت داهية كبرى، وها هم لنا الأشرار عادوا، كمثل من أراد تراعا مثل ما منحت شبرا، ففي الشام في مالي بتونس ليبيا، وفي أرض صدام الشهيد، وفي مصر جهاد عن الإسلام من أهل على الإسلام من أهل بيته، يحقق أهداف العدا للعدا غدرا، مظاهره قتل والسب وفتنة، ويعزف للتكفير من لحنه وترى، وهذا رسول الله يفتك عرضه بالشنقيطة يا للعاري، وهذا رسول الله يفتك عرضه بالشنقيطة يا للعاري، والسيف لا يعرى، حرام علينا أن يطيب معاشنا، وسب رسول الله من بيتنا يرعى، فلن نعرف الأفراح والبشرى والهنا، ولن يرعوي جفن، ولن نعرف الصبر، تثورون للدنيا لأتفه حاجة، تذوقون فيها السجن والقتل والبتراء، فثوروا وموتوا في سبيل نبيكم، فذاك الذي يستوجب الحمد والشكر. فإن رماد الكتب لم يطوي هديها، وإن نباح الكلب لن يزعج البدرة، فمن يقصد المختار بالسب والأذى سنلعنه سرا ونقتله جهرا، ومن راش سهما نحوه فهو رائش إلى نفسه الخسران والشؤم والشر، لقد أصبحت حمى التزندق موضة يثاب عليها من شياطينها أجرا، وقد حفظ المعبود عرض نبيه، ولكننا من إفكهم نختشي الضرا، ولن تسلم ذات العلية بعدما تلقى رسول الله من مكرهم مكرا. محمد تاج للوجود ونوره وجين، ثمار الكون يورثها حصرا، محمد مصل عقم الكون هديه، وترياق فضل يبرئ الشر بالسرا، عليك أخي أن تمحي في وداده، تضمر في ميدانه مركب الإسراء، قم الدهر من أجل الحبيب محمد، وصل عليه الفرض والشفع والوتر، وأعرب على التحذير في النحو خبه، ولازم من الإعراب في حبه الإغراء، ورتل مديحا في محاسن ذاته، ومهما تقل فيه فلن تبلغ الإطراء، محمد جمع
للشؤون ونقطة على السطر جلت أن ترى بعدها سطرا. عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها سؤلي وأعلو بها قدرا، أنال بفضل منك ربي ومنة بيمنى اليدين اليمنى واليسرى باليسرى وأجني رضا الديان في الدين والدنيا ومقعد صدق مقعدي في علا الأخرى، وحقق لكل المسلمين رجاءهم بجاه رسول الله أكرم به ذخرا، ولست مكينا كي أدبج مدحه ولكن أرضي قد أبيحت بها القصرة. أيها الحضور الكريم، فإن سعقيبي سيكون حول الشفاعة العظمى، وهي مناسبة تتجلى فيها عظمته ومكانته ومنزلته صلى الله عليه وسلم. بأبي هو وأمي، أيها الجمع المهيب والحضور الموقر، قبل التعرض لحديث الشفاعة الذي رواه الإمام مسلم وغيره، لا بد من تقديم أو تمهيد لشأن هذه الشفاعة ودواعيها والظروف التي تكتنفها. وسأكتفي ببعض ما ذكر الإمام الطبراني في الأحاديث الطوال وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة فقال: إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قلت: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: القرن. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق. إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله، فيأمره فيديمها ويطيلها ولا يفتر، وهي التي يقول الله عز وجل فيها: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فيسير الله عز وجل الجبال سير السحاب فتكون سرابا، ثم ترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش تأرجحه الرياح. وهو الذي يقول الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، فيميد الناس على وجوهها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتأتيها الملائكة تضرب وجوهها، وترجع ويولي الناس مدبرين ما لهم من الله من عاصم، ينادي بعضهم بعضا. وهو الذي يقول الله عز وجل يوم التنادي: فبينهم على ذاك تصدعت الأرض تصدعين من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله، وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم تطوى السماء فإذا هي كالمهل، ثم انشقت السماء فانتثرت نجومها وخسف الشمسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من استثنى الله عز وجل حين يقول: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله؟ قال: أولئك الشهداء، إنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذي يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيكونون في ذلك البلاء ما شاء الله إلا أنه يطول. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بنفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فإذا هم قد خمدوا جاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب، قد مات أهل السماوات والأرض إلا ما شئت. فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل، فينطق الله العرش فيقول: يا رب، يمت جبريل وميكائيل. فيقول الله: اسكت، فإني كتبت الموت على من كان تحت عرشي فيموتان. فيجيء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: أي رب، قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل وهو أعلم من بقي: فمن بقي؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: فليمت حملة عرشي فيموتون. فيأمر الله عز وجل العرش بدصورة من إسرافيل. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب، قد مات حملة عرشك،
فيقول الله عز وجل وهو أعلم من بقي فمن بقي، فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يميت الذي لا يموت وبقيت أنا، فيقول الله عز وجل أنت من خلقي خلقتك لما رأيت فمت، فيموت فإذا لم يبقى إلا الله الواحد القهار الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض طي السجل للكتاب ثم دحاهما ثم التقفهما ثلاث مرات، ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار ثلاث، ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد، ثم يقول لنفسه لله الواحد القهار، يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسحبها ثم يمدها مد الأديم العكار لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزل الله الخلق سترة واحدة فإذا هم في مثل هذه المبدلة في مثل ما كانوا فيها من الأول، من كان في بطنها كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها، ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت، قال الله عز وجل لسحي حملة عرشي فيحيون، ثم يأمر الله عز وجل العرش فيأخذ الصورة فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان، ثم يدعو الله عز وجل الأرواح فيؤتى بها توهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الآخرين ظلمسا فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيأمر الله فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما كأنها نحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيأمر الله عز وجل إسرافيل بنفخة البعث ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها نحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، إلى آخر الحديث. أيها السادة والسيدات، عودة إلى حديث الشفاعة وكما أسلفت، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنفس منها نفسة، والنفس كما تعلمون سادة الحضور هو الأكل بمقدم الأسنان، وقال صلوات ربي وسلامه عليه أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون إما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، الصعيد جمع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به الأرض الواسعة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر لا يخفى منهم شيء لاستواء الأرض، فليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض أتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأسون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها إلى قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها،
نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمة الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضى بعده مثله ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتح لأحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لك ما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. غسلك ذات الرحمن رحمة للعالمين، صادق ومين وبان عنك صادق ومين، مجيك الحق تلباس تعامل به الناس الناس، وحق حاسد عاف الناس، في حين سادت في الناس اجناس الظل، ومر منين رسلك فات الرحمن رحمة للعالمين، صادق ومين وبان عنك صادق ومين، حق الحق على يديك والبركة عمت بيك، وبالقرآن وكافيك المبين محقين خصيت راعيك بالقرآن المبين، رسلك فات الرحمن رحمة للعالمين، صادق ومين وبان عنك صادق ومين، يلي فيك مطالع الشكر وبيك قليع الغب، أديت اللي عليك وله هيين الرسول الشفيع إمام المرسلين، رسلك فات الرحمن رحمة للعالمين، صادق ومين وبان عنك صادق ومين، عليك الصلاة والسلام ما يكفيهم الكلام، عليك الصلاة والسلام ما يحصيهم الكلام، ولا يكفيهم مقام منظرك اليوم الدين يلي مسك الختام، يا خاتم الانبيين رسلك فات الرحمن رحمة للعالمين، صادق ومين وبان عنك صادق ومين. النص الثاني يقول خاتم الرسل، خاتم الرسل رسول الله، مدحو حد ظل متكاب دمعه، يناظر إله ويناظر إله، ينشي ويطابق ويتخبط بين المعانة، ويقص مزاه ما ولا ما قمع، فام صبط در بيت المدح ما طبق فاه، عاجبه صك كراعه ما انضبط، وكبر الغرفة من المدح بغنا، وفي الوصف بط وفي الشكر بط، المدح ما جاب قطرة من ماه، والوصف ما انتقن والشكر ما انضبط. وقاصف عن ذاك لسان ملاهق الطول والعمل هيه يرتبط، مدحه فوق مدح الناس حشاه، ما يمتدح بتفقريش ينقبط، ولا يمتدح بالتمعليم والجاه، ولا بشقرد من ذاك ولا صبط، هو هو اللي الله زكاه، وهو اللي اسمه باسمه مرتبط، وهو هو زاد اللولاه، ما شاف تورس الحق ولا انضبط، عليه صلاة الله مسماه وسلام وقد ربه والصبط، يعمل طاب على مدح لسان وعلال وعلو ما يجبط، ويعمل له محسوب في الميزان حسنات ما فيهم شي يحبط، ويعود مرتبط بهم الغفران ويعود بهم الرضوان مرتبط. والسلام عليكم ورحمة الله. هذه طلعة للجمع، عاقبها إن شاء الله طلعة مولي مديحية تعال في وقت. شكرا للدعوة والتشريف من دوحة الأشراف، شكرا للدعوة والتشريف من دوحة الأشراف اللي كيف الشرفة كيفتهم تعريف واسم وفعل وسمت وقامة، وكبر في الأخلاق وزين ليف من نور يراف راف فخامة، ذريت السبطين الشريف مولاي علي جمع اللامة، الأصل اللي ثابت في التشريف ثبات جد الإمامة، جذور غرسك. شكرا للدعوة والتشريف من دوحة الأشراف اللي كيف الشرفة
كيفتم تعريف واسم وفعل وسمت وقامة وكبر في الأخلاق وزين يليف من نور يراف رف فخامة ذريت السبطين الشريف مولاي علي جمع اللامة الأصل اللي ثابت في استشريف ثبات الجد الإمامة جذور نغار ست الأرض خريف لذراء منوح إلى دامة وفراعه للفضل ماقيف على رؤوس الخلق عمامة تدل بالخير المنيف دفاه الظل لقامة وإحنا هادو هل ماليف للشرفة فينا علامة نبغوهم ما بغي يخفيه بغي الروح المستهامة وتوالفنا كيف تواليف لنسجف أخوت توامة وذي كيف القلت بلا تكيف إحنا جسم وهما هامة وإحنا هادو هل ماليف للشرفة فينا علامة نبغوهم ما بغي يخفيه بغي الروح المستهامة وتوالفنا كيف تواليف لنسجف أخوت توامة وذي كيف القلت بلا تكييف احنا جسم وهما هامة ارتبطنا ربط بلا توصيف ندمجنا به في الارحام وايلنا عدنا في التوليف كيف عظم وحيد بلا مفاصل وطن الروح اللي في جسدنا هما كرامة ريناهم كرامة ريناها وحمدنا تصريف الاقدار الخطر اتهامة تجيريت وتيرس الغريف خير الولي العلامة الظهر كيف البدر في لفيف من الأقمار المات وطامة صاحب المنايح ذيك الليف الأمثال العان هي تعامة ولا يستنفع منها صيفة البخاري راس عامة شالنة مجاد وتشنيف الودرين ريناها وحمدنا تصريف الأقدار الخطر اتهامة تجريت وتيرس الغريف خير الولي العلامة الظهر كيف البدر في لفيف من الأقمار المات وطامة صاحب المنايح ذيك اللي في الأمثال العنها يتعامل ولا يستنفع منها صيفة البخاري راس عامة شالنة مجاد وتشريف الأذنين وفينا قام بحسن ذكر وبجمال تصنيف وذريته فينا قوامة للمجد وهم لا مليف لما ليف لتتسامى بهم وإحنا وإياهم كيف كيف بلا كيف في دوامة بحسن ذكر وبجمال تصنيف وذريته فينا قوامة للمجد وهم لا مليف لما ليف التتسامى بهم وحنا وياهم كيف كيف بلا كيف دوامة مش تبكى من دهر تغوفي في الدنيا عصر الزعامة لين ولا توفى لين ارديف وياهم شر القيامة قال فطلع يقول الواجب قال 96 من دعنه مولانا خاطر نبينا خير الخلق أجمعين مسك وكافور من الطينة لادم نور عصابة من الصلاب طاهرين واختر كنان العرب وقريش وهاشم عيينة والذبيح المناسبة الزهرة من توهب أمينة ما يعاب لا تعاب دعوة الخليل بينا فينا بن بينا مجابة نور وهداية بينا أنزل به الكتابة الاستقامة يهدينا والفردوس لا يترابة حشلفنا كارد بيدينا ما يبقى ما وحدابة ومشفع في المذنبين يوم من الناس تعابة اخلق من درة مكينة مصبوبة فيها ربابة جلال ونور وسكينة وخير وقار ومهابة وفضل وتعدال ومدينة للعلم وخلق ورحابة ومطلق الأوصاف الحسينة ومطلق الأخلاق ومنابة والشي كامل زين الزينة والزينين صابة صابة بليق كلام قرينة وفصيح الفاظ من السابة معاني قول مبينة سلاسة صرف وعرابة تشهد الحنين وحين هزم الله الأحزاب وحود بدر وسخينة وقيس وتميم الربابة واختلوا زاد المدينة ومكة وخيار الصحابة الأعلام اللي في الحفظ أمينة وفي الاستيعاب والإصابة وأمهات المؤمنين خديجة طهر ورتابة المرأة معلومة عينة بشرى بها مثابة بالبيت اللي فيه علينا لا صخابة لا نصابة أم القاسم كنية الأمين والطاهرين الطيبين ورقية زوجة ذي النورين أم كلثوم وزينابة أم البتول القرة عين نبينا ستر وحجابة وبضعته منه ذاك يجينا عنها فصل من أصل وطابة عنها فرع من أصل وطابة طابة من نشر الرياحين وفوح وبالخير السابة وطابة في الشكل وفي التضمين وثمورية واستطابة وعراش من الفق المبين جاوب ما لذا وطابة الزهراء أم الحسنين العالمين النجابة الريحانتين السبطين السماكين السحابة الحسن كيف اسمه حسين خلق وخلق لا غرابة يشبه سيد المرسلين جاي منه الاستجابة سيد وطال ذيك السين معنى ولفظ كتابة وسيد في المروة والدين وسيد إذا أبروا النابة وسيد منين يجي ومنين يمشي سيد إذا غابة أقواله ترفع مقترين بالفعل أفعال ونصابة ما يظن ولا يتخمن ولا يفعل مقاربة الحسن واحد والحسين اثنين بهام والسبابة شبلاني حيدرة العرين بوم زيرو في الغابة سول عنه بدر حنين والراي ذيك العقابة وذا الفقار الجعب وثنتين والجلادة والضرابة ورص الكفر على ضوء العين والنحر فوق القضابة ونوازل وطليص الخصمين سابق وكيل نيابة والحسين الفارس الهجين
سيف للفرسان الشبابة غرت قريش على جبين المجد الهاشم ذؤاب واللي بين البحرين الشادة والبهاب واللي لا قالوا لا يمين ولا يقول ادخل عكاب منفة لا على التعين والله بالتعين أجاب والمثنى مرفود الدين الكبير عليه ما يابع عنه أبو في الفقر الدين من ذواطية التراب والشيخ مزال في تلقين تقم كبو ضم باب وعلي زين العابدين يشقر عنده غشابة وزغرة البطار فور زين حس وجماعة ركابة وصياد عقشة فضلت المصيبة غير ما يتخرص معي صبابة تدفق دافق معين تضني المعنى طويلة. السلام عليكم. بادئ بذي بدء أشكر الجهة المنظمة جماعة من جماعات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آل مولاه الشريف وأشكر المركز العربي للإفريقي للإعلام والتنمية الجهة المعاونة وأشكركم جميعا. مداخلتي لن تطول ولن يكون لي منها نصيب بل سأذهب بكم إلى هناك وما أدراكم ما هناك إلى خيمة في البادية بها عجوز في جانبها شاة هزيلة عجفاء لكن شاء القدر أن ينزل في رحابها ركب طيب مبارك سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه عامر بن فهيرة رضي الله عنه ودليلهم عبد الله بن أريقط الدؤلي. فكان لهذه المرأة شأن عجيب ذلك أنها حاولت أن تصف سيد الوجود فوفقت إلى ذلك شيئا ما. لما جاءها زوجها أبو معبد وأخبرته الخبر قال صفيه يا أم معبد. قالت ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته صحل في عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد أحسنهم وأحلاهم من قريب حلو المنطق كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم رونقا له رفقاء يحفونه إذا قال استمعوا وإذا أمر ابتدروا محفود محشود لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم. أستضيف شخصية أخرى كانت في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أدرى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا الحسن أبا تراب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو يصف سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فيقول أجود الناس كفا أجرأ الناس صدرا أصدق الناس لهجة أوفى الناس ذمة ألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه ثم يلخص فيقول يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. سئل سيدنا البراء بن مالك هل كان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم مثل السيف أي في بياضه وبريقه ولمعانه قال لا بل مثل القمر. ويفيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه فيقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة في ليلة مقمرة من الليالي البيض فجعلت أقلب نظري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القمر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر. يحدثنا عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه فيقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا
وإنه لغير مكتذرث. هذه نتف وإشارات حتى لا أطيل، أختتم بقول الشاعر: خليلي إن الشوق في القلب قد نما، وحب رسول الله في القلب خيما، حبيب به ضاء الزمان وحببا، حبيب به ركن الضلال تهدما، عليك بحب الله مع حب أحمد، فمن ذاق طعم الحب أضحى منعما، قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحامد حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القصيدة 100 بيت وكذا، لكن سأوجز 20 بيتا إن شاء الله، إن مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر، ولا تكدره الدلاء، وسأتيح الفرصة لبعض الزملاء ليبدلون بدليس. ألو. أمسى فؤادي بالصبابة يترع، شرب الغرام وما يزال يجرع، بالوافدين تخال أهلك لحظة، ذاك العذاب وذاك حزنك يلسع، الأهل والبلد العزيز بمعزل، والشوق بالمختار قلبك يصرع، والروح كان بقفلة وضلالة، حتى بدا كلي لقبرك يزع، قلبي يفيض محبة ألبانها تشفي وتهدي الغافلين وتنفع، فوهبت شعري للرسول محمد، يا نفحة يا درة تتلمع، فمحمد خير البرية خاتم للأنبياء وفي القيامة يشفع، ومحمد قمر ينير إلى الهدى كل الورى والرسل باتت تخضع، ومحمد حقا تعالى قدره بالعرش فضل بالبراق يشيع، ومحمد بالحسن فاق محاسنا، ومحمد بالمعجزات مشبع، ومحمد في المنزلات مقدم ومفضل ومصدق ومشفع، ومحمد شرف مناقبه على خلق عظيم في الكتاب ورصع، صلوا على من هو أفضل يعرب، صلوا على من بالأمانة يطبع، أختصر بالمصطفى خير الأنام، تولني باللطف ربي بالعناية أقنع، باسم الإله أعوذ من زمن البلاء بك أستعين وأستجير وأخنع، باسم الإله أعوذ من قرار الدنا فاجعل حياتي تحت لطفك تمنع، باسم الإله أعوذ من زمن طغى والظالمون بحكمهم نتشرع، طه أبو الثورات مكة والقرى والدين يشكو والعروبة تخنع، راياتك الخضراء تحرق مشرقا والكفر والإلحاد عاد يشرع، فالقدس مزرة وسيفك مهمل والمسلمون عشيرة تتصارع، يا خالد نجل الوليد لنجدة، يا ابن الزبير وسعدنا نتطلع، يا نصرة للدين تحرق راية للكفر والإجرام بعدك ترفع، ربي سألتك عزة وكرامة للمسلمين بوحدة تتجمع، للوالدين مكانة بجواره بالرفق ترضى بالشفاعة تقنع، ولقارئ الأبيات تقضى حاجة، يا ذا الجلال تمن له نتضرع، وشكرا. رسول الله الحق للسان، مقصي كان ويعبد كان وبلا شان، وكيف الحيوان ينباع في الأسواق والإنسان كان وحر، والحق لما نفل قطيعة الأرحام، وعام من فضل الحي الشكور الحمد لله السلام، وكان الظلام بل النور عاد النور بل الظلام، عاقب ياسر من الشين اليم في التطماس، ومن سب ودم بين الناس، ومن هدر الدم والنهب وقلة الانسجام، جل مين الصادق لعظم بعظم وارحم دين الأنام، وعام من فضل الحي الشكور الحمد لله السلام، كان الظلام بل النور عاد النور بل الظلام، الجاهلية ما خلات قد ظفر من الأخلاق، مشات بالخالق من قيم وطغات بالجهل وعبادة الأصنام، وقت جمود المعجزات مرسول بالإسلام اللنام، عم بفضل الحي الشكور الحمد لله السلام، كان الظلام بل النور عاد النور بل الظلام، كان الجهل مزول العقول، وكان الجور يزوز المعقول، وكان جبار المول بلا مول، ومرقب من الهرام غمام، ومجمول الرحمة مرسول بنعمة الإسلام اللنام، عم بفضل الحي الشكور الحمد لله السلام، كان الظلام بل النور عاد النور بل الظلام، قبله كنا ما هي سمعة ما هي درجة ما هي رفعة، ما هو سبة ما هو مسعى للسلام يزول الغمام،
وقت جانا محمد عليه الصلاة والسلام عام بفضل الحي الشكور الحمد لله السلام كان الظلام بالنور وعاد النور بالظلام. رأيت مجيك الخلق حاني قبل مجيك ظهر فصلوا فيك وانقذت بمجيك من ظنيك الأوهام يلين تخلف فام وانزاح الظلام من مجيك بيك وبيك الحال استقام. وعم من فضل الحي الشكور الحمد لله السلام كان الظلام في النور وعاد النور في الظلام. كان هم منص ثاني غير نظرا لضيق الوقت لهن. شكرا. بعد هذه بدين احيي جماعه ال مولاي علي الشريف الشرفاء واحيي السيد رئيس المركز العربي لافريقيا للاعلام والتنميه واحيي هذا الجمهور الكريم و اؤكد أنه لا غرابة في أن يوفق آل البيت للخير وأن يوفقوا لزرع محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ذكره وشمائله الشريفة. ولا شك أن ما سمعناه من المعلومات ومن الأشياء الطيبة التي سمعناها هذا المساء تؤكد قيمة وأهمية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد برهنا بالواقع وبالعمل على أهمية هذه المناسبة والاحتفال بها. سأقرأ يعني جزء مقاطع من نص اخترته من بين نصوص عديدة والحمد لله في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه للشيخ. هذا النص للشيخ معروف الشيخ المعروف اليدالي والبدي وللدين، يقول: قل لعبد يريد نيل الوصول حين حنت فروعه للأصول هم بحب الرسول شوقا وتوقا، فمن اشتاق تاق نحو الوصول وابن في حبه وابق فيه، إن باب الوصول حب الرسول، وتعلق بوصفه وتخلق لا ترم عن سبيله من عدول، وتنزه في روضه ورع وارتع وتمتع بالشم والتقبيل، واتصفه بكل وصف جليل وجميل وكل خلق كميل، رفع الله ذكره وحباه ما حباه في محكم التنزيل، وبمعنى محمد كل حمد مقتض للتعظيم والتبجيل، وبتوقيره أتى الأمر مقرونا بتسبيح بكرة وأصيل، لم يخاطبه ربه في نداء باسمه تفضيلا على تفضيلي، ونهت عن دعائه كدعاء الناس لا تجعلوا دعاء الرسول، سبق المرسلين فضلا وذكرا عندهم في التوراة والإنجيل، ضل سعيا من ظل يومئ للتحقير من شأنه أو التقليل، من يبايعه بايع الله والرمي برمح من ربنا مسلول، وإذا ما المفعول ناب عن الفاعل فالرفع صار للمفعول، وإذا ما المفعول ناب عن الفاعل فالرفع صار للمفعول، فتوسل بجاهه مستغيثا لا يصدنك عنه عدل عذول، وحديث الضرير صححه واقبله ولا تصغي فيه للتبطيل، فعلى من نفى يقدم من أثبت أهل التحقيق والتأصيل، وله بالذكر والصلاة عليه ويك لا تشتغل بقال وقيل، وتبتل إلى الإله بفكر وبذكر له وسبح طويل، واصطحب فيه قائدا ودليلا وخليلا يرعى عهود الخليل، واتخذه وسيلة وشفيعا تحظى بالقرب والرضا والقبول، فهو باب الله الذي ليس يحظى من يوافي من غيره بالدخول، وهو معراجنا إلى حضرة القدس وإسراؤنا إلى المأمول، وهو شمس الحق المنيرة ليلا ونهارا فما لها من أفول، وهو روح الأرواح معنى المعاني والمباني جمال كل جميل، لو فهمنا سر الجمال فهمنا ما عشقنا سوى الجميل الجليل، ورغبنا عن كل خد أسير لغواني وكل طرف كحيل، لو وردنا بحاره وأردنا منه نيلا لكان خير منيل، لو حصلنا على هواه وصلنا وشفينا بالقرب كل عليل، لو نأينا عما نهى لرأينا عجبا ما له عجبا منه ما له من مثيل، وطوينا من دونه كل بعد وأوينا منه لظل ظليل، وخرجنا من سجننا وعرجنا ودرجنا إليه قبل الرحيل، ورأينا له مظاهر صدق تظهر الحق رغم كل دخيل، ورأيناه يقظة ومناما نعمه من معرس ومقيل، من رآني في النوم سوف يراني ليس بي للشيطان من تمثيلي، فهي في حيز الجواز لقوم ولدى غيرهم من المستحيل،
قد عشت عنها عين من لا يراها حينما رمها بطرف كليل، ورآها من قد راها بقلب صالح مشغوف بها مشغول، بيد أن القلوب عنها تناءت لانشغال بالأهل والمأهول. إذن أختصر إلى المقطع الأخير من القصيدة. لا لم ينته، ما زال طويل، ولكن جل ربي من منعم وكريم وغفور عن ذكره مغفول، قد أتى آخر الزمان بشر مستطير في أهله مستطيل، في الزمان الذي إذا قال فيه عبد الله باء بالتقتيل، فتنة كله وظلم وجهل جاء فيه التعليم بالتجهيل، فلكم ساد من رويبطة فيه وصارت تحوت فوق الوعول، من دعا للإله فيه قلوه ورموه بالسحر والتدجيل، سنة الله في الذين خلوا من قبل ما من تبديل أو تحويل، رب حفظا من كل رب حفظا من شر كل شياطين به والمصغي لهم من قبيل، رب ملئ قلبي بحب الرسول، إن حب الرسول أعظم سولي قوت قلبي وقالبي، وهو أشهى من جميع المشروب والمأكول، وهو قربي وقربتي وهو قربي وقربتي، وهو فخري وهو ذخري حسبي ونعم وكيلي، جنتي جنتي رياضي حياضي وسبيلي لكوثر السلسبيلي، ربي واجعل به حياة اقتداء واهتداء إلى سواء السبيل، واكشف الحجب دونه لأراه إن في وصله شفاء غليلي، واكتب الجمع لي به كل حين واجعل الأنس والصفاء به لي، يا رؤوفا بالمؤمنين رحيما نال في الحمد أفعل التفضيل، يا شفيعا في المذنبين لتشفع في عبيد جان حقير ذليل، وصلاة عليك بدءا وختما يا كمال الكمال في التكميل. السلام عليكم ورحمة الله، ترحيبا بالجميع جمع الغفير، وترحيبا بالأخ المنظم الشريف. لا أبد أن أدلو بدلوي في هذه المبادرة، ما كنت مستعدا لذلك، ولكن أن تأتي أفضل من أن لا تأتي. أقول أفضل ما أرى هنا ما قاله الكوميد: طربت وما شوقا إلى البيض يطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، إلى أن قال بنو هاشم رهط النبي، فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب، خفضت لهم مني جناحي مودة كنف عطفاه أهلا ومرحب. ولا أريد أن أطيل لكم، وأقول هنا: مرحب تشرس لنظاف، هذا نبت هذا كيف، ولكنها باختلاف الناس تختلف. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أنا من الشعراء غير من محبين النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر لي على القضية كاملة، قضية حب، كيف لا نزدهي وقد وافقتنا ثمرة الكون حان منها اجتناء. ويقول الشيخ محمد المومي أيضا، يقول: جرى الحب في الأعضاء حيث جرى الدم، فيا زحلي اللون والدمع عندم، كلفت بما لا تستطيع دنوه، ولو كنت جالنوسا ما كدت تسلم. ويقول الشاعر العراقي اللي طبعا هو شيعي غير محب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أما والذي أعطى فأرضى نبيه صلى الله عليه وسلم، وعند اشتداد الخطب ألهمه الصبر، جرى حب طه في القلوب تدفقا، وما زال فياضا ومن قطع المجرى، نحبك إي والله نبض قلوبنا، يردد طه والعليم بها أدرى، فحبك في الأولى ينير طريقنا، وحبك في الأخرى يجنبنا سقرا، وحبك في الدارين خير ونعمة، ونحن به أولى ونحن به أحرى، حبك إن الحب آيتك الكبرى. أيضا نختار نتكلم في النقطة الثانية عن هذه الأسرة. هو النبي صلى الله عليه وسلم خلى فينا الثقلين، وفي بعض الروايات والله قلت قاع من الصحة عنها آل بيته، وإحنا بعد هذا معنا البخاري الشريف، وقطعا عنه يمثل النبي صلى الله عليه وسلم يمثله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة عن كان خلقه القرآن، البخاري الشريف وذريته كانوا ماشيين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسوى في الكرم، هما جاءوا له البارك الله قبيلة معروفة بالكرم،
اظهار في الكرم اللي عندهم هما. وعاد قال منيحة البخاري الشريف، وهذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لين انبعث القريش جاب لهم اللغه العربيه اللي هي لغتهم وهي اعجازهم. كانوا سلف صالح اللي هم ذريه النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضهم احترامهم وقيمتهم ومكانتهم بعطائهم للامه وباخلاقهم وبسلوكهم، واحنا راجين عنا نعودوا منهم ابن بنت القوم منهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشرف أيضا معروفين بذلة خصال مهمات. الشريف لا بد يعود زين، مثلا لا بد يعود فيه قبول، وذاك لا يوصل له لا بالعبادة. الشريف لا بد يعود كريم، الشريف ما يقدر يعود ما هو كريم. والشريف لا بد يعود ما يرضى بالضيم، لا على نفسه ولا على غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Get high.